الله، ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ يا ماما يا ماما طب انا هحط لك يا ماما، ما ينفعش يا هاتي، ما ينفعش والله كده، انت بتبوظي شكلك. لا شكلي حلو، انت غلطانه مني. لا لا يا ماما شكلي حلو يا ماما، ما ينفعش يا ماما. بس استني يا ماما، انا هحط لك، انا هحط لك، استني انا هحط لك. هاتي حطي لي. الله بوظتي شكلك يا ماما، ما ينفعش كده. لا انا شكلي حلو يا هايدي، ما تقوليليش شكلي وحش. يا ماما انت حلوه وكل حاجه، بس انت بوظتي وشك. لا خالص، بصي حلو جميل. لا يا ماما لا ما ينفعش. طب حطيلي هنا عشان يبقى هنا احمر. يا ماما ما ينفعش، الروج ده بيتحط هنا. وهنا والله يا هايدي انا بشوفهم على اليوتيوب بيحطوا كده. لا يا ماما مش بيحطوا كده والله. طب بيحطوا ازاي؟ بيحطوا هنا بس كده، ما بيحطوش هنا يا ماما. طب ممكن لو يا ماما. لا يا ماما هتبوظي شكلك يا ماما. اهو بصي يا ماما ما ينفعش يا ماما والله. يا ماما استني بس، استني لازم المنازل يا ماما. بس يا ماما ايه يا منى اللي انت عاملاه ده؟ يا منى يا منى وانت صغيره بقى ايه يا هايدي انت سايباها تعمل كده؟ انا هايدي بابا والله عماله بسكتها، اعمل ايه؟ طيب سكت اخوكي يا هايدي، تخليهوش يروح علي كده. اخوك ايه يا بنت؟ مش عارف يا بنت، انا جوزي يا بنت. فوقي بقى من اللي انت فيه. معرفش. يلا طب قومي طلعي عشان اعمل لكم الاكل. يلا يا منى خلصت. طب ثانيه يا بابا، طيب اطلع انت. طب ثانيه وانا هشوفها ماشي. بس بس يا منى، منى عيب يا منى، انت مش صغيره يا منى. اعمل لك كل الاكل. ايه هو؟ اعمل لك بانيه. حط لك رز، حط لك رز. ايه اللي انت عملتيه ده؟ متزعقليش، هبطلك ناب بقى. خليني اخد بابا انا بخير. بس خلاص يا بابا، ايه اللي هي بتعمله ده يا هايدي؟ قلت لها 100 مره الحركه دي ما تعملهاش. بس يا بابا ما انت عارف يا بابا حالتها، وعارف هي مالها. هو اذا كان احنا مش هنستحملها مين هنستحملها؟ لغايه امتى يا حبيبتي هنستحمل؟ بص بابا في وشها ازاي بيطلع بابا، ما بيطلعش بيطلع يا بابا. معلش يا بابا معلش، بص شغلك نام الصبح. انت خايفه؟ مشي مشي مشي، ما تخافيش. وحش قوي يا حبيبتي، انت وحش قوي. بابا انا عايزه اتكلم معاك شويه. اتفضل يا حبيبتي. بص اول حاجه انا اسفه ان انا زعقت لك جوه، بس انا فعلا غصب عني او ما كانش قصدي. انت عارف ان انا بحب ماما قوي، ما بحبش حد يزعق لها او كده، وانت عارف يا بابا حالتها يعني. ما شايفه بتعمل ايه؟ ايوه بس نزعق لها ليه يا بابا؟ بقولها وشها كده بالطريقه دي يعني؟ ما انت عارف ان الدكتور قال لك ايه؟ عارف انها الدكتور قال لك انها يعني مخها مخ واحده صغيره طفله عندها 5 سنين، ده انا يعتبر اكبر منها. طيب كويس ان انت اتكلمت معايا في الموضوع ده. انا كنت عايز اقول لك على حاجه، وتيجي الوقت المناسب عشان ما تقوليليش ان انا مثلا بستغل مرض ماما او الكلام ده كله. قول يا بابا. هايدي انا اللي بكنس وانا اللي بطبخ وانا اللي بعمل كل حاجه فانا قررت هايدي ان انا هشوف عروسه تساعد معانا في البيت، وده حلال على فكره مش حرام. لا طبعا يا بابا، هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ هدد ربنا حل الاثنين وثلاثه واربعه. يعني يا بابا لو ماما ما كانش حصل لها كده كنت هتتجوز عليها؟ يعني انت مش قادر تستحملها؟ انت مش شايفه ماما عامله ازاي؟ ماشي كلنا بنستحملها، ما انا كمان مستحملها زيك. انا محتاج ماما بتحبك على فكره، وانت مش هتلاقي زيها. بس هو مين اللي حصل لها؟ ما انا كمان بحبها يا حبيبتي، بس انا راجل ومحتاج ست في البيت تكنس وتنظف وتطبخ وتهتم بيكم. ما انت عارف يا بابا انها كانت متعلقه باخويا زياده عن اللزوم، وكانت بتحبه جدا ويمكن اكتر مني كمان، بس يعني لولا اللي حصل لها ده هي كانت متعلقه بيه، وان هو بعد وفاته وكده هي بقت حالتها زي عامله كده. يعني نعمل ايه طيب؟ انا عايز اقول لك ربنا هو كاتب لها كده. ياسين يا قلبي تعيطي ليه؟ بتعيط ليه يا بيبي؟ لا ما تعيطش ما تعيطش، لا 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 محدش ياخدك مني. محدش هيقدر ياخدك مني، خلاص انت معايا انت معايا يا حبيبي، ما تعيطش عشان خاطري. انت مش بتلعب معايا زي ما بتلعب مع هايدي، تعالى العب معايا.
منى هخش جوه عشان اخلص الصاله وادخل اتخمد عشان عندي شغل بعد اذنك. انت مش بتحبني زي هايدي، دايما بتلعب مع هايدي وانا لا، او بتقعد تزعقلي. يا منى انت كبيره يا بنت، انت مش شايفه نفسك يا منى؟ انت كبيره، فكك من العبط ده. انا مش كبيره. مش كبيره ازاي انت؟ يلا بقى يلا 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 بقى يا منى بقى عشان ما ضربتيش. يا منى انت ام علي. انا لا انا والله مش ام. والله مش ام. ايه مش ام؟ هايدي دي ايه؟ هايدي دي مامتي يا زكي. انت ذكي جدا على فكره. خرب بيت الجنان. خش بقى منى على طول بقى. يلا منى مش ناقص بقى. انت مش مصدق ان مامتي تبقى هايدي؟ ماشي. طب تعالى اسالها. تعالى اسالها يا هايدي. يا مامي منى اوعي بقى عشان ما تخنقش بقى. هو في ايه؟ مش طايقه قاعد بقى بس بعمل حاجه. يلا بقى خش جوه. يا تعالى خليها تقولك انت بس يا بنتي. تعالى بصي بابا يا بيزعق. يا بنتي قولي له هو بيزعق. ماما يا مجنونة يا بنتي. ماما يا بنتي. ماما مين؟ انا مش مامتي. انت مامتي. تعالي بس يا ماما. تعالي يا ماما. تعالي بس. هايدي فيه انا هنفذه. مش ناقصه هنام. مفيش راجل بيرجع من شغله ينضف ويكنس ويطبخ ويعمل كل حاجه ويبقى معاه اتنين في البيت ما بيعملوش حاجه. دي منظر واحده. دي منظر واحده اللي واحد متجوزها. معلش انا مش فاهمه ازاي بيقول ازاي ده بيقول انه متجوزني. متجوزني ايه؟ ده مجنون. في حد متجوز بنته؟ مجنون. انا ما اتغيرتش يا محمد، انا زي ما انا، بس انت مش حاسس بيا ولا حسيت بيا من ساعه حادثه ابننا خالص. ودلوقتي يا محمد عايز تتجوز وتسيبني؟ انا ما عنديش اعتراض خالص ان انت تتجوز. انا مش زعلانه، بالعكس انا اكيد هبقى مبسوطه طول ما انت مبسوط انت وهايدي. بس تفتكر يا محمد لو كانت الادوار متبدله وانت مكاني، كان سهل ان انا هسيبك في اللي انت فيه ده والتعب اللي هيحصل لك ده؟ تفتكر انا كنت ممكن اعمل كده يا محمد؟ فاكر ايام خطوبتنا؟ فاكر اصلا انت لحد ما اتخطبنا واتجوزنا احنا تعبنا قد ايه؟ فاكر يا محمد انت كنت بتحبني قد ايه؟ فاكر لما كنت بتوعدني انك عمرك ما هتسيبني ابدا مهما اي حاجه حصلت لنا؟ ليه نسيت؟ ليه عايز تمشي انت كمان؟ ليه عايز تمشي وتسيبني؟ كفايه ياسين سابنا ومشي، واللي حصل لي ده كله بسببه. انت كمان عايز تسيبني؟ متفعليش ماشي؟ هذا حبيبتي بس متخافيش. في ايه يا منى؟ بس مفيش حاجة. هو مش هيعمل لك حاجة. مفيش. على فكرة بقى أنا بحبكم. شفتي؟ بقول لك على حاجة. أنا موافق إن احنا نخرج ونتفسح. شفتي؟ مش قلت لك هيعمل هيخرجني ويعمل وعي؟ قلت لها إيه بقى؟